مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كريمة الزبدة لتزيين الكيكات. عنا 125 جرام زبدة، 185 جرام سكر بودرة، بدنا نستعمل ملعقة صغيرة فانيلا، وعنا ملعقة طعم حليب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بخفق الزبدة على سرعة خفيفة. بس خفقت الزبدة وصارت على بياض، هلا بحط السكر البودرة، بحط نص الكمية تقريبا وبخفق. بجمع السكر لينخفق منيح معي. هلا كمان برجع بخفق. حط ملعقة الحليب، ملعقة صغيرة فانيلا، وبرجع بكمل الخفق. انتهينا من الخفق، هلأ صارت جاهزة الكريمة للاستعمال. هلأ بحط الكريمة بكيس الكريمة. هذا الشكل النهائي للكريمة، شفتوا كيف شكل؟ كتير ناجح. هذه كريمة الزبدة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بحضر الفيديو يبعث تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.